أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان السوان وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة ياس الفضائية وقناة دبي ريسنجا وإذاعة راس الخيمة ضمن فعاليات هذا المهرجان، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في هذا اليوم، في اليوم الخامس لهذا المهرجان، وهي انطلاقة الشوط البندقية، شوط البندقية للثنايا الجعادين المفتوح، بندقية وهناك ما إضافة إلى البندقية هناك مليون لمسافة 8 كيلومتر. هذه الانطلاقة مباشرة، نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط لنستطلع نحن وأنتم اللي على مقدمة هذا الشوط. أرى شعار بالكليب على ظهر جمران للسيد سيف بن علي بالكليب الاجتبي على مقدمة هذا الشوط، وهنا نايف على ولا وليف على المركز الثاني في هذه اللحظات بشعار صاحب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، وفي المركز الثالث شعار بو احمد شعار بن عويضان على المركز الثالث في هذه اللحظات على ظهر حياض للسيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري. المركز الرابع نشوف وناخذ اللي على المركز الرابع في هذه اللحظات، ها هو اللي على المركز الرابع الطاير للسيد علي بن مبارك بالقرين العامري. المركز الخامس هنا شعار الحميري على ظهر ضاري، وضاري ضاري مع الرموز مع الأشواط، أشواط الرموز، ها هو ضاري للسيد محمد بن صالح بن علي الحميري. هذا أول ندى للمراكز الخمس الأوائل، هذا هو أول ندى لهذا الشوط، شوط البندقية للثنايا الجعادين المفتوح، البندقية والمليون درهم ينتظرن أحد الفائزين بهذا الشوط. أرى وليف بدأ ينتقل إلى مكانها الصحيح، إلى مكانها الطبيعي كما عود جماهير ومحبين ما يرتاح إلا في مقدمة هذا الشوط. ها هو وليف للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، هياض على المركز الثاني للسيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري، بيهيض الجميع بهذا الأداء المتميز، بهذا العرض المتميز، بهذا الشعار الوصلاوي، شعار محمد بن سهيل بن عويضان العامري. ابو احمد متواجد على المركز الثاني، المركز الثالث جمران بشعار ممثل المدام بشعار سيف بن علي بالكليب الاجتبي على المركز الثالث. المركز الرابع الطاير، حاير طاير على المركز الرابع للسيد علي بن مبارك بالقرين العامري. وفي المركز الخامس نشوف وناخذ المركز الخامس قدوم على المراكز الخمس الأوائل. نشوف وناخذ اللي على المركز الخامس في هذه اللحظات، هملول للسيد محمد بن مسلم بن قنزول العامري. هذه النتيجة. ونرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط مع وليف
على المقدمة جمال بوشقر يانا في الباز وقال تراني مرشح وليفيا بن حضيرم منذ البداية وطرني حاضرين يا ابو احمد وليفيا ترشح وكفته مليئة بالترشيحات من جماهير اهالي الهجن ها هو وليف على مقدمة هذا الشوط بهذا الشعار شعار صعب المضمرين بشعار بروق بشعار الاسد بشعار صعايب بشعار مزنة ها هو بشعار الشهم على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي على مقدمة هذا الشوط بالبندقية يسلم على هالي مرغم ننتقل الى المركز الثاني بالكليب غادم بالكليب غادم مع جمران للسيد سيب بن علي بالكليب الاجتبي على المركز الثاني المركز الثالث هياض على المركز الثالث للسيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري وفي المركز الرابع الطاير بدا يغترب بدا يحلق على اجوان على اجواء ميدان السوان الى المركز الرابع في هذه اللحظات للسيد علي بن مبارك بالقريع العامري وفي المركز الخامس هملول للسيد محمد بن مسلم من قنزول العامري هذه النتيجة وليف بدون وليف على مقدمة هذا الشوط مع عدسات الكاميرا مع مقدمة هذا الشوط ها هو وليف على المقدمة للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي مع وليف على مقدمة هذا الشوط يا سلام الطاير حاير طاير يطير من مركز إلى مركز يتجول على المركز الرابع على الثالث على الثاني في هذه اللحظات يحلق على أجواء ميدان السوان في هذا المهرجان في مهرجان بو خالد على المركز الثاني للسيد علي بن مبارك بالقرين العامري راعي الخشمة متواجد مع الطاير على المركز الثاني المركز الثالث كيفان غادم بشعار الواثق بشعار هجن مرغم بشعار البيرق العام الماضي لنسخته الثانية مكيف كيفان على المركز الثالث بقيادة مالكة عاشق المنصة الرئيسية ضاري على التتويج بو راشد مواصل مع كيفان المنصة تعرفه الرموز تعرفه وها هو كيفان على المركز الثالث الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي مثل ما قال بو سعود هذا الاسم اللي يرعبني هذا الاسم اللي يرعب الجميع يرعب المنافسين اذا كان الواثق متواجد لازم يكون هناك تكتيك وتخطيط للمراكز ولا ايضا الذي يبقى يمر على مطيته أن دائما ينافس على المقدمة ناخذ المركز الرابع نايف غادم نايف للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي يا نايف حامل اللقب في ميدان الوذبة في جائزة الزايد الكبرى بصوت زميلنا نايف بن سعود البلوي يا سلام يا نايف غادم بقوة بشعار صاحب المضمرين من الرابع إلى الثالث مخلاب غادم أيضا بقوة العام الماضي في رصيدة رمزة بشعار سعادة حميد بن سعيد النيادي شعار الاتحادي مالك اتحادية مالك سمحة مالك العديد والعديد المعركة طاحنة كيفان يغير كيفان إلى المقدمة الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي شوفوا الغادم شوفوا الطنطاوي مع مليحة للسيد متحت بن أنور الطنطاوي برعاية شركة عمار العقارية هذا الشعار شعار الطنطاوي الذي سجل نقطة همس في سن الإذاع انتزع الرمز اليوم غادم بمليح يبقى البندقية شركة عمار العقارية تدخل عالم سباقات الهجن برعايتي هذا الشعار السماوي شعار الطنطاوي
نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مخلاب، مخلاب ونايف. المعركة طاحنة على مقدمة هذا الشوط. المعركة أيضا شعار بن غدير، شعار الواثق، شعار الطنطاوي. كيفان كيفان، مليح مليح، روح الطنطاوي، الشعار السماوي، روح شعار الصعب، شعار الصعب مع نايف. نايف نايف وهو نايف، وقدره نايف، وقدره نايف، وعرضه نايف، وأداه نايف. يا سلوم، روح يا ابو سلطان، الرمز الثاني لنايف في هذا الموسم. سلام يا مرغم، سلام، سلام يا بن مرخان، سلام يا الصعب على هذا الأداء المتميز. لكن سعادة حميد بن سعيد النيادي قادم، لكن نايف مرغم، مرغم نايف، نايف نايف بن دقية. سلام يا الصعب، سلام يا محمد، يا بن سلطان، يا بن مرخان الاجتبي. سلام لسعيد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. سلام لك يا بدر، بدر العويسي، على هذا التضمير، على هذا الأداء المتميز. المركز الثاني مخلاب لسعادة حميد بن سعيد النيادي. المركز الثالث، المركز الثالث الذي وصل على المركز الثالث، المركز الثالث محكة للسيد أحمد بن مطر بن مايد الأخيلي على المركز الرابع 13 الثالث، والذي وصل على كيفان على المركز الرابع للسيد حمد بن راشد بن حمد بن غدية الاجتبي. وليف على المركز الخامس للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. ياهو شوط، ياهو معركة، معركة طاحنة مع الثنايا الجعادين. لكن نايف وقدره نايف، نايف وعرضه نايف. ينتزع 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 المركز الاول، ينتزع البندقية. سلام يا اهل مرغم، سلام يا الصعبة، تهانينا من الاعماق لمالك يا هذا الشعار محمد بن سلطان بن مرخان الجتبي. 12 دقيقة 40 ثانية، سبع اجزاء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الجتبي، والى والده العزيز سلطان بن مرخان الجتبي، وانجاله واخوانه على هذا الفوز، على هذا الأداء المتميز الذي قدمه نايف، والذي وصل في المركز الثاني مخلاب. 12 دقيقة 41، تسعة أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة حميد بن سعيد النيادي، والذي وصل في المركز الثالث، المركز الثالث محك الذي وصل على المركز الثالث ولا يبنى له طاري ابدا. ب 12 دقيقه 44، ثلاث اجزاء من الثانيه، بشعار صاحب الامتار الاخيره، بشعار الفيلسوف احمد بن مطر بن مايد الخيلي، والذي وصل في المركز الرابع كيفان. 12 دقيقه 44، ثلاث اجزاء من الثانيه. تهانينا للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدي.